اهلا 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 اهلا، وينك يا رجل؟ استاذ عباس انا ما قادر. انت غبت المده دي كلها عشان تجي تقول لي كلام زي ده؟ استاذ عباس انا حاسس اني بقتل في انسان. الليله فتحت الايميل بتاعي، عارف لقيت شنو؟ شنو؟ المقطع. مقطع؟ انت يبدو انك نسيت ومحتاج لانعاش ذاكر. لا صدع بس لحد هنا و انا راجع. راجع بالبساطه دي؟ لا يا شاطر، في مهمه لازم تتنفذ. كل الاجهزه اللي ادونا لها جربناها وما نفع. لا نفع، والراجل خلاص بدا يخرف شويه. ما قلت لي المقطع شنو؟ شنو؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره. تتعدد الاسباب؟ لا 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 لا. لا. طيب ما انت كويس وذاكرتك زي الحديد. لا لا يا استاذ عباس لا. اهدى اهدى، اقعد واسمعني. اقعد. يا بنتي انت ماذا ترد علي ليه؟ ابدا يا ماما، انا ما نسيت انه انا سودانيه وعندي تقاليد سودانيه، يعني ما ممكن اكون في بلدي طيب التاخير لزوم شنو؟ دراسه يا ماما، بعدين انا كان لازم ازور بابا في المستشفى. يا بنتي ابوك ده وعدني انه يتكلم معاكم. بس هو لسه ما يتكلم. تلفونك يا ماما. اختك برا بترد عليه. ماما 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 يا ماما يا ماما، عم مساعد في التلفون يا ماما. هات عم مساعد جاي. عم مساعد. الو. اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامه. الله يبارك فيك. تسلم، يديك العافيه. عم مساعد. عم مساعد. عم مساعد. ما تسكتوا تخلونا نسمع. اي قلت لي شنو؟ بس يا دكتور، في الحقيقة دي الحقيقة اللي عارفينها كل الناس. في الحقيقة سيد عباس ده ما قاعد يبصر مع كل المرضى، بيدعم كل الناس المحتاجين يا أخي. بس ما عندي الحق إني أهينك ولا أتدخل في شغلك، أنت مش المدير الفعلي للمستشفى دي. طيب يا دكتور، رح نكمل كلامنا في المكتب، تفضل. الله يسعد ليك. كيف البنات وكيف كويسين؟ الحمد لله الحمد لله.
الله، امال وين العربيه؟ العربيه موجوده لكن هسه ما فيش. اوكي. اذا انا حاجر ليموزين لانه حاضطر امشي البلد. عمو احنا لازم نمشي معك البلد. تمشي وين؟ والجامعه؟ انا حامشي المستشفى اول، وقبل المستشفى لازم الاقي خالكم عبد العاطي. عمو لازم نمشي معك ليه بابا؟ سعد البنات دي لازم تخليهم يمشوا الجامعه. اوكي خلاص انا اصل وبعدين نشوف اللي بيحصل شو. سناء انت ما حتمشي معي المستشفى؟ يا بنات امكم مالك؟ استاذ عباس، يا استاذ عباس، يا استاذ عباس، ما جاوبتني. سليمان نحن في اريا اوبن، ما ترفع صوتك. في شنو؟ ما توريني نعمل شنو؟ تقصد الضابط بتاع المباحث؟ الرايد عز الدين محمد. شاطر، هو شهيدتك فاتحه للعمل. يعني شنو لو جو سال من سعيد؟ سعيد ده ما مريض وبهلوس وبيصرخ ونحن بعيدين منه. ونسيت انها شافتك وممكن تتعرف عليك؟ لا، المهمة كانت محددة وانا لا وريت لا اسمي ولا وشي، وكلهم عارفين ان انا كنت وريتهم ان انا كنت معه في فرنسا وبس. لازم ننتهي من المهمة دي وبأسرع وقت ممكن. كتلة ومنو اللي قال لك اكتب؟ جهاز صغير تمشي معاي ناخده تحت الجلد وخلاص. وين؟ خلاص اسئلتك كترت. بس انا دايره تكون عربيه كبيره كويسه كده عشان حاسوق معايا البنات. طبعا طبعا انت معاك الاسد وانت الاسد عبد العاطي. بالمناسبه انا سنه اول ما قلت لي سعد جاء طوالي فكرته، قفلت الدكان وقلت انا ما حافتحه الا لما سعد يقضي اجازته وانا سواقه. ما بتقصر ما بتقصر والله. معقوله يا سعد يا اخي انت وسعيد مع حاجه واحده؟ يا سلام. وبعدين يعني انتوا الاثنين مش تيمان؟ يعني انا بتعامل مع نسخه واحده. هدى لازم تقعدي، الموضوع طويل. عن اذنك يا دكتور انا لازم امشي، عايز ازور بابا في المستشفى. انا ما حاخرك، تفضلي تفضلي. ممكن تقول لي عايزني في شنو يا دكتور؟ برغم اصرارك على الوقوف لكن برضه حقول لك، لكن حقول لك وانا واقف. انا اسفه يا دكتور. لا 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 ولا يهمك، المساله بسيطه حقيقه. احنا حنفتح وحده لتدريس اللغه الفرنسيه، بما انك انت قضيتي فتره في فرنسا حنحتاج لك تدرسي معانا الكونسل. انا بما انك قعدتي خليك قاعده. بس انا لسه طالبه. لا لا دي ما مشكله، كلها شهور وتتخرجي من الكليه. يعني بالمناسبه انت شاطره جدا، بعدين ممكن تتعيني معانا معيده في الكليه. انا؟ ايوه انت. مو ابقى طبعا. لا حاستشير بابا. عن اذنك يا دكتور.
الله بابا يوافق. نرى نرى من هي زول في المستشفى. والله دي تبقى حكاية. طيب بعد إذنك أنا ممكن أقوم بالمهمة دي. شوف يا عز الدين، أنت صاحبي، المسألة دي ما فاشل، لكن كمان الشغل عنده قوانين وما في مجاملة. أنا عندي إحساس إنه في حاجة، شاك إنه في شيء. أنت تابعت شكك وعملت أي حاجة بدون ما ترجع لينا وضد قوانين العمل اللي انت عارفها كويس. انا بقول اسمع، بعد اجتماع بكره هنشوف. طيب المعلومات بعد اجتماع بكره هنحدد اللي حيحصل شنو. لا دكتور جعفر ده دايما بيذكرني ببابا لانه مخلص وجاد. لكن احنا تاخرنا وماما حتقول لنا تاخرتوا. خلاص حنمشي. لكن تاخرنا يا هدى. خلاص بليز
لو تأخرنا حنمشي المستشفى برانا. سعيد حسين سعيد غرفة 15. أرساكنا الليلة. ما تستعجل يا دكتور، اكيد حاجه، ما تتوتر. انت عارف الطريقه اللي بتحصل فيها حاجات عجيبه جدا. دي حاجه ولا في السينما، زول يسهر زول يختفي يكون تومه. سعيد ما كلمه بتومه ده، مو سعيد ده فاضيين وفاضي الكلام معانا، فاضي من الغرب والديمقراطيه والحضارات. نحن الاول ما عنده كلام غير ده. انت راجع زيدين داخل كده يهودا جاي عليك. وينه؟ وعليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور كيفك الحال؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله خير يا دكتور. خير. المريض سعيد حسين سعيد. ماله؟ دي قصه طويله، اتفضل احكي لك. طيب عن اذنك. شكيت
لأنه فعلا الشبه كبير جدا جدا. خفت أنه يكون سعيد ونفقده. وبعدين؟ ده اللي حصل. وأسي موجود في المستشفى؟ أيوة. ومدير المستشفى ما بيروح؟ آه قصدك عباس؟ هو فعلا اسمه عباس. ها؟ تفضل شنو؟ لا بس أنا ما تأكدت، لكن أخو سعيد ده لابد يكون عندكم في المستشفى ده إذا كان ما سعيد، لأنه كل شيء جايز. أن إحنا فعلا ممكن نبيده في المستشفى، بس تعملوا حسابكم ما في أي زول في المستشفى يحس بأي حاجة ولا يشعر بحاجة. يعني ممكن سعادتك ممكن يكون في حاجة كده ولا كده يعني؟ وفعلا في ناس بيهددوا سعيد، بس في حاجة لازم نعرفها، منو تدخل سعيد المستشفى؟ في شنو يا خالو؟ وماما بتفتش على شنو؟ لا ما في حاجة. لا في، وكفاية تعاملونا زي الأطفال، نحن لازم نعرف أي حاجة. تعرفي؟ عايزة تعرفي شنو يا بيت؟ لا لا، هو ده كان بيسألني عن حاجة خاصة بيها. اسمعي، لقيتيها؟ لا ما لقيتها. وبعدين الرجل المحبوس ده؟ المحبوس منو؟ عم سعد؟ براس لازم يعرف انه اي حاجه. عبد العاطي كلمتك مليون مره قلت لك البراس خليهم برا الموضوع ده. لا نحن لازم نعرف اي حاجه. في شنو؟ ابوك اختفى. عمليه تمت بالنجاح، لكن التغب ودي ما نهايه كنا عاوزينها. انا كنت شغال في حدود، لكن بعد رمينا في البحر حسيت اني اتجاوز المهمة. كله بسبب غبائك، لكن برضو نهاية مريحة. مات سعيد، كان مفروض يموت من زمان، من قبل ما يجي السودان، هناك في أوروبا. طيب ما كان يعملوها هم هناك وما في داعي للتعب. سعيد كان لازم ينسى أشياء كثيرة، ينسى الشافه كله. سعيد شاف حاجات ما مفروض يشوفها، وقرأ حاجات ما مفروض يقرأها. سعيد بيهدد حضارة بأكملها. سعيد؟ وانت فاكر القروش اللي اتدفعت لنا والحساب اللي اتفتح في بنوك أوروبا ده عشان حاجة سهلة؟ سامات كان ممكن، لكن للأسف مات. وانت خلاص ضميرك صحة فجأة؟ انت ما كنت بتعمل حاجات خير منها الموت يا زول. هوي ما ذكرت حاجة، انت من وين واهلك من وين؟ تفضل مولا. يا خاف الله يا اخي، يا اخي الزول بياكل حيقدر يتكلم؟ يا حمدان الزول مضروب فوق راسه يا اخي. يا اخوانا يعني البني ادم يبقى عند الناس زي البهيمة يا اخي؟ فضل يا اخوي، الزول ده ميت من زمان عل اللجل. البوه الشريفة سايدي والله كانت تشق بطنه. يا زول هوي ما تذكرت حاجة؟ ها؟ أنا وين؟ ده شنو؟ الحمد لله الحمد لله النطق ده وين؟ ده البحر ودينا نحن. أنا وفضل المولى ده لقيناك بلفوف في شوال، والله كما نحن كان تكون طعام للسمك ده، لكن الحمد لله ربك كريم. يلا جابتنا لك النفيسة، قلنا شي ملفوف حاجة كبيرة معناتها حاجة سمحة، إلا طلعت إنت. حمدان حمدان يا أخي عيب يا أخي، ما صح الأول حاجة نقول زول الحمد لله على السلامة يا أخي. يا زول إنت الرمق علينا شنو؟ أنا وين؟ ها؟ اقعد يا اخي، تكمل اقعد. تم باقي اكلك ده عليك الله يا اخي، تم باقي اكلك ده، اتعشى والصباح رباح. هنا هنا وين هنا وين هنا وين؟ اه والله فعلا، والله والله فعلا كلام صح. هنا وين؟ اقول 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 تم اكلك ده وارقد نوم عليك الله يا اخي.
كويس انه في جرس. الو سيد عباس؟ شنو؟ سعيد؟ اسمع يا دكتور يوسف، انت متاكد؟ في شنو؟ ما تسكت تخليني نفهم. طيب لا معاك 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 يا دكتور. طيب حاضر 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 جدا. مصيبة مصيبة. في شنو يا استاذ عباس؟ سعيد لقوا؟ سعيد موجود في المستشفى. سعيد؟ لا يمكن، سعيد مات. غباءك يا غبي. يعني شنو؟ يعني سعيد رجع تاني المستشفى. مستحيل مستحيل، نحن رمينا سعيد في البحر والدنيا كانت ظلمة كمان. ده كلام دكتور يوسف. دكتور يوسف؟ دكتور يوسف انا من زمان قلت لك دكتور يوسف ده ما عاجبني. يعني شنو؟ يعني دي حيله قديمه من ناس المباحث، عايزين نيجي المستشفى عشان هم قاعدين هناك. قصدك يعني ولد الرايد ده؟ لا. المهم جهز نفسك. وين جوازك؟ موجود. لازم نخلي المكتب ده بعدين نمشي نشوف سعيد في المستشفى. وين البنزين؟ البنزين البنزين تحت في العربية. غبي، همشي همشي تناول بسرعة. لازم المكتب ده يتحول لرماد وبأسرع ما يمكن. همشي يلا. منتظر شنو؟ شفتوا اكل كيف؟ ايوه والله. انت قول له سنين ما اكل. انت سوي الشيء ده سوي الشيء ده. انا صحيح. هوي يا دول هوي. عشان يجي مع شركة خلاص كفاية قوم. يا جا عمارك يا جا عمارك لأنه كله مغطيات يا جا عمارك. انت منو؟ زولك ذكرنا التب. خليه يمكن خايف. لكن اصبر احتمال بعد يشرب الشاي تجيب الشطاعة. كبوا الشاي ده واشربوا الشاي. انا ما عاوزه. وانا برضو. عبد العاطي اتكلم مع البنات دير. اقول لهم شنو؟ والله انا برضو ما عندنا في ساكل ولا اشرب. ده عشان تتاكد بس. تاكد من شنو؟ اذا قلنا سعيد مجنون، سعد برضو مجنون. يلا يا خالو احنا لازم نبلغ الشرطه. بابا جاء. اقعد يا بنت. عبد العاطي شوف الباب ده فيه منو. كم بدعي لك دي؟ فيشني يا بنات؟ خلاص كرهتوني؟ يلا يا بنات قوموا خشوا جوا. خلاص يا ويلي يا عمي. عمو كيفكم يا بنات؟ تمام يا عمو سعد.
لما مستشفى سجن عديل الحاصل شنو للناس يا عبد الله؟ الناس دي تغيرت ولا بعدين انت عبد الله ما جبت الاوراق المستندات والجواز ليه؟ ما شنو الماما؟ ما مفروض تجيب المستندات والجواز يا عبد الله يا اخي؟ الحاصل شنو؟ الله ما تتكلم في شنو؟ سنة في شنو؟ الله يا بنا خلاص هدى حاصل شنو؟ الشنطة ما لقيناها. ها؟ ما لقيتوها؟ ما لقيتوها كيف يعني؟ الشنطة الصغيرة دي جوا الشنطة الكبيرة. أنا قلت لا كده لكن ما لقيتها. الله ما لقيتها؟ يعني راحت وين يعني؟ لا دي حكاية غريبة حكاية ما طبيعية دي. سعيد له حق جن كان جنة معناه تسرقنا مش كده؟ طيب أنا مضطر إني أبلغ البوليس. تبلغ شنو؟ أيوة أبلغ الشرطة. هذا كلام فاضي. أبلغ عن المستشفى والدكتور بعدين الشنطة دي فيها كل القروش بتاعتي والمصاريف اللي أنا جايبها مش كده وبس وكمان فيها مستندات وأمانات بتاعت نازي عبد العاطي لازم أبلغ. انت يا اخوانا رايكم شنو ما فتش ثاني يمكن نلقاها كده فتش ثاني يا سناء وبالراحه اسمع اعمل شاي لعمك يا اخي بلا شاي بلا بتاع يا اخي انت فايق ورايق شاي بتاع شنو بابا وين يا عمو حيرجع ان شاء الله حيرجع هي الشنطه الحمد لله لقيناها الحمد لله الشنطه اتلقت